التي ليديز اند جنتلمن بليز ويلكم دراشي السلام عليكم. السلام. مالك بخنزر؟ قداس عليك الحريرة. شوف هذا شوف هذا باش ينشط معانا تلقليش الشعبي. والله العظيم كي داير صافا كي داير ماذا؟ زوج واحد. كي داير مع رمضان؟ انا في رمضان كتبقى فيا في حق المراه المغربيه كتضرب تماره في رمضان مسكينه كطيب الفطور كطيب السحور طيب العشاء الراجل كيدير جوج حوايج كياكل وينقر وكاين واحد النوع ديال الرجال عرفتي داك اللي مقطوع وفيه الجوع حتى كيقرب الفطور كيتم داخل الكوزينه اي حاجه كينقر عليها هاد البغرير مالو ما متقبش شاد البغرير فيها جوج ثقبات هذاك راه بريز الحاجة عرفتي شكون اللي كيسالي معايا في رمضان هذوك اللي كيبقاو يعيطوا للراديو كنسمع اليوم سمعت جاي في الطوموبيل وسمعت واحد كيعيط عيط لواحد الفقيه في الراديو قال لي الفقيه عندي واحد السؤال قال لي شنو قال لي راني كنت نتفرج في المغربيه ومع المغربيه كتعاود قال لي عاودوا الاذان ديال المغرب مع العصر وفطرت قال لي واش نعاود النهار قال لي المغربيه كتعاود قال لي اه قال لي عاود ضحكه واعره صفقوا عليها فيك مادام حنا دابا في الحلقات الاخيره ديال رشيد شو ديال هذا الموسم هذا بزاف ديال الجمهور طلبوا مني وقالوا لي بغينا نشوفوا لقطات الطريفه اللي وقعوا في البرنامج والبيتيزي داك الشيء علاش كنقترح عليكم كاملين انكم تشوفوا شوفوا معايا اللقطات الطريفه اللي دازت في رشيد شو ونتلاقاو من بعد يلا هاد الصحفي هذا المنشط هذا غادي نعاودوا هادي فاحنا الكشفه هي بنادم يقول لك تكشفت شنو هذا فاضل وا سمعت السوسين كشفه غنوقفو غنشوف واحد المشكل صغير مع واحد السيد اونفاس معايا ونرجع عندكم اش كدير؟ اش كدير؟ اش كدير؟ شكون عنده شي ستيل عافاك؟ عنده ستيل وشكون؟ يمكن نقطعو الله يخليك فيها الجوع فيها الجوع مصطفى مصطفى الايباد طفى Tengo otra cosas que hacer, por favor. No, 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 مرضي لي والدي لهم هادو هذا شكون اللي جاب مصطفى اللي جاب القطن ياك ولا لا هذا ماشي قطن هذا التوني هذا عرفتوا شكون اللي معنا اليوم ضيف الحلقه رشيد العلالي فاش كنتعصب كندم قلبك بيد قلبي بلون كاسي مدهول مالك مدهول وكنمشيو نلصقوهم كنوزعوهم بمعية الفريق كنصدع ضربوا سمعت ديك الاغنية اللي سجلتي مؤخرا كتبت فيها عندي في الجرائد هنايا انك انك شفرت لها الكلمات اه كذا لا حيت انا قديم في هادشي ديال التشفر ديال الاغاني شي تقويصة صحيحة بلاتي نعيطوا للسيده تصيب لي الصوت فينا هي بحال اللي دابا انت صدمتيني الوالده واحد المره صدماتني سوبر ستار جاو داروا معنا روبورتاج بون وتفضلوا واش في ذاك واحد الوقيته عندك غنيتي بالاندونيسيا اندونيسي شنو هي؟ اندونيسي اندونيسيا الاندو سمعنا ماهر زين غنيتي بشي حاجه واحد عندك تكون كتمثل عليا
انت كاين شي واحد يمثل معاك انت قال لي حطيتهم هنايا الله يرضى الجمهور واه اليوم انا 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 بعدا انا بعدا شنو هو انت اش كدير هنا عندي الاطفال في البرنامج كي داير اجي اجي اللي ما تشهر ولا بس الزبادور صباح عباس عليك عالم فريد سهلة جيتي لاش جيتي تشوف نتفرج غير فريدة فريدة؟ شكون فريدة؟ فريدة اللي كتبدا في سامحيني فريدة اللي كتبدا في سامحيني؟ المهم جا معاك الزبادور شنو سميتك؟ أدام شحال عندك من عام؟ 9 سنين مجوج؟ مازال؟ يلا كنخطب يلا كتخطب؟ الله يكمل بالخير ها البوجور ديالك صفقوا عليه عفاك تعرف هاد الفقرة هادي كنقول قدام الكاميرا كنقول اليوم معنا واحد الضيف ياك اللي غادي نكتشفوا في الفقرة ديالاش مزيتك اليوم معنا واحد الضيف كوميدي مغربي غادي نكتشفوه في الفقرة ديال حاجتك برافو عليك كوميديتكم الضيف اللي معنا اليوم هو ممثل وفكاهي مغربي زاد في 1964 بمدينة الدار البيضاء وبالضبط في الحي المحمدي هاد الحي اللي خرج بزاف ديال النجوم أول هواية ديالو كانت هي الملاكمة ولكن هادشي ما طولش فيه بزاف واتجه الفن وأول بداية ديالو في المسرح كانت في دار الشباب ومن بعد شارك في برنامج سباق المدن في 1987 وكان العمر ديالو غير 23 عام ومن بعد تلقى هو وصاحبه محمد دارا وشكلوا الثنائي صداقة اللي الصراحة قتلونا بالضحك ولكن الحب ديالو للمسرح خلاه يمشي لفرقة مسرح الحي وكل مسرحية كانوا كيخرجوها كانت إنجاز كبير في ذاكرة المغاربة بحال شرح ملح حب وتبن وما نساوش الأعمال ديالو في التلفازة بحال مبارك مسعود مول تاكسي الفنان ديالنا هو الوحيد في العالم اللي كيدير تبوريضة بلا خيل وبلا بارود بلا ما نكثر عليكم واش عرفتوا شكون معنا اليوم عبد الخالق فهيد الله سي فهيد مرحبا بك بارك الله فيك سيدي رشيد الحمد لله تبارك الله عندك شعبيه نهار كبير الجمهور صفق عليك بزاف لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله اولا سيدي رشيد انا فرحان بزاف الله يحفظك انا تم تواجد في هذا البرنامج ليميسيو ديالك الجميله جدا الله يحفظك مع سيدي رشيد الزين رشيد شاوي ونبغي نشكر الجمهور على هذا الحسن الاستقبال الجميل جدا وبصراحة تنحبوكم وانتم هما الكونت بونكير ديالنا على ذاك الكونت بونكير شحال عندك تقريبا دابا سي فايت فيكم خاص تمشي تحسن معايا تمشي تحسن معايا شحال عندي واش هادو هما وشوف شحال من واحد كيتساني ياك دابا الجمهور هما الكونت بونكير احسن نورمال راس المال الفنان هو الجمهور راس دي رشيد وتمتى كذلك الحمد لله تتبع الجمهور استاذ راه مشينا لفرنسا والنامس ولقينا الناس تيحبوك يا شريف الله تنسى على تما كتفيرسي لهم الله يحفظك ياك يحبوك مرحبا لا نعرفوا هاد القضيه طلع لي يا زدي رشيد طول هكا البارود من بعد غنبغي نعرف منين جات هاد القضيه ديال البارود مرحبا حيت انت الوحيد الفنان الوحيد في العالم اللي كيعزف على آلة القنانف مرحبا مزيان وفخور فخور والله. فخور مزيانه المهم انا صد حاجه بداتي خدمتها اشنا هي معلم برافو عليك هذه وعسى الدين فوامنا واخا منين جات هذه
هي عندها تاريخ مع خالي الله يرحمه. خالي كان المقدم ديال الشربه ديال الماسن، كان مقدم وكنت انا صغير تنمشي معاه سي نورمال لان خالي كتعرف المقدم اللي كيبغي يعلم الشربه باش يخرجوا البارود، هما ما كانوا كيديروا لا لتحت انا دونتها طلعتها لفوق دونتها ونزيدك شخصية ميلو هذه مشكلة ميلو الثاني با أول مرة كنشوف شي حد مدون قناة الفوق وي حيت سي نورمال خاص راه شيء جميل هو تخلي واحد البصمة برافو عليك طونكو أرتيست طونكو هيموريست سمعت واحد القضية بأن مرحبا بأن عبد الخالق قصف دارو بحالو كدير الله يا ودي مع الوليدات سي نورمال واش بغيتي تضحك برا وتغوش من الداخل لا الوليدات هما الاولين يعني في دارك بحال هكا في الدار بحال هكا تلقائي معاهم يعني اب فايد الاب ديال الوليدات با اشراف ايوب لالا مالك الشريخية الجوشه والوالده الله يخليها ليا اييه الجوشه راه محنا معايا بزاف اشري الله يخليها ليك هاك واك هات انا جبدتك راه قالت لي وياك ما تجبدنيش انا جبدتك عم جامرك خدموا في هاد العواش مرحبا سي رشيد تبارك الله يا سي فهيد على ذكر مجامرك واش فهيد واكل؟ واش واكل واكل كيفاش واكل؟ اش واكل؟ لا ما كاينش اللي ما عالفش وما مقصيش كامل ولكن تحية تحية لكاع اللي عالف لا انت انا كيف شاء الله لا لا لازم براشيد تزعم اجنو انا ديما تم قرينك دابا انا ديما تيقولوا لي علاش كتجبد مرتك بزاف في البرنامج وانا لخاطري اه لا انت انا راه جمهور انت راه معابوني ولكن هادشي اللي تيديروا معنا عيالاتنا ما هو الا حب فينا اي حب فينا ومجامر فينا مرحبا مرحبا فهي تبارك الله عليك الله يكبر الفنانين تبارك الله اللي محبوبين في المغرب عندهم شعبيه الحمد لله وهاد الناس هادو اللي كيتفرجوا فينا يبغيو يعرفوا فهيد مزيان مرحبا لما غندخلوا معاك لداخل مرحبا حلينا الباب اي مرحبا تفضل فهيد الطفوله ديالو كيفاش دازت؟ طفوله عاديه يعني طفوله ديال داز شويه صعيبه لان فقدت فيها الوالد الله يرحمه ويرحم المسلمين كافة اجمعين وانا عندي لاج ديال 8 سنين دوك صعيب شويه صعيب شويه انك واش هذا هو السبب اللي خلاك يعني تخرج من الدراسه بكري تخرج من ثالثه اعدادي اسيت الله 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 بريتي فيا معلوم دخلنا عليك انا راه مشيت عند الحارس العام ديالك الله يكبر بيك وعواشر هذه رديتي فيا لاجر مزيان واش هادشي واش هادشي اللي خلاك واش هذا هو الاسباب اللي خلاك تخرج بكري كاين كاين هذا السبب لان بعد الوفاه ديال الوالد بغيت نكمل لان ملي مات سعني الله في الشهاده دونك بقيت الثالثه صعبت الامور لان يعني كيمشي الراس الكبير اللي هو الوالد دونك خص مع خوتي احنا خمسه خص واحد فينا يغامر يخرج يعاون شويه يهز القفه ويعاون الوالده دونك خديت البادره انا انني نخرج من الدراسه باش نشتغل باش نعاون الوالده في خوتي الحمد لله دابا راه واصلين الحمد لله يعني كتقول وغامرت على حاجه فقدت الدراسه اللي انا بقى في الحال بغيت تشهيت انا نوصل نوصل ثاني يكون عندي نيفو يعني تحلم به كباقي الشباب دابا شنو الخدمات اللي خدم فهيد؟ زاولت المهنه لان كان عندي الخال ديالي كان مقاول ديال ليموبيلي دونك من 3 شهور كنمشي عند الخال نتعلم معاه الصباغه درتي الصباغه دونك هي وانا صباغ ماهر ما نكذبش عليك ماشي صباغ عباد الله لا 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 صباغ بيناتنا دابا شوف عندك شي بريكول سلاكسوني عليا ما تخممش وزمان سي فهيد عاوتاني انك خدمتي شي وقت في المطار نعم كاينه هاد القضيه كاينه شنو خدمتي في المطار؟ عادي يعني ماشي موظف كبير ولا شي واحد الا ما جاش الطيارات ما يطيروش ليه انك جيت كي ما جيش وكيقول لك عا ما تجيش كاع لا كتغسل لا مش كتغسل لا كت شوف شوف هاك واك عا شكون اللي خدام في المطار عاود لي انا قول لي كيما وزوينه هذيك كاينه شي خدمه كي جيت كي ما جيتش عرفتي شنو هي اللي هذه بالعكس هذيك هي الخدمه المهمه حيت هذاك اللي كيجا ما جاش هو المدير لا كنت في واحد البوست
في داكشي ديال الباطيمو، يعني انا ملاوط معاه مع البلومبيه والتريسيانات والقباصه علام. هذا تا هو ساهم شويه. فهيد رجعوا للبدايات ديالك، بديتي انت في بديتي في الاول في ثنائي الصداقه. نعم. مع محمد دهره. نعم. ياك. نعم. هذاك الثنائي واحد الوقيته بدا وقف. سمعنا شي هضره كتروج بان واحد الوقيته كنتي معاه وقلبتي عليه. لا انا ماشي قل ماشي بهذا المفهوم ديال قلبت. بالعكس قال لك بديتو هذا واحد الوقيته جاك شي بروجي انت خليتيه وخدمتي بوحدك. لا لا ما كاينش هادشي. لا ما كاينش. هو كتنكر راسي فيه. لا هو كيسمع حتى هو. لا بالعكس. هذاك تحيه ليه محمد داره. بالعكس احنا كانت البدايه ديالنا كثنائي الصداقه كانت بدايه جميله جدا جميله. بالعكس اللقيته اللي ضاف للساحه الفنيه هاد الثنائي الصداقه جينا بواحد اللون جديد جميل جدا. هو اللون ديال العيالات والبرقاقات في العراسات وفي الحمام وفي السويطارات، يعني وسط واحد الكم هائل ديال لي ديو اللي كانوا انذاك كانوا الاساسيده عهما. دونك المساله اللي وقع فيها الانشقاق بيني وبين الصديق هي مساله حتميه. شنو السبب؟ السبب ما كاينش هناك سبب. ديريكت فهمت. لا انا شنو انا معاك. هو تمت علينا المنادات من طرف مسرح الحي، انا وياه. انا وياه جينا لمسرح الحي بجوج، خدينا الادوار ديالنا، والله شاهد على هادشي. خدينا الادوار ديالنا، هو خد الدور ديالو وانا خديت الدور ديالي. تما مع نفسي انا ما كنقولوش هنا راه انا خويتي، بالعكس جا هو ما اقتنعش بالدور، انسحب من الفرقه. انا كان حلم ديالي انني نلتحق فرقه كمسرح الحي. دوك بقيتي فيها؟ بقيت فيها عن طيب خاطر، يعني هو مشى انا خصني نبقى. باقيين كتلاقاو دابا؟ دو طون زون طون. خلي هذا العلاقه ديالكم. العلاقه باقا مزيانه الحمد لله صافا. هو سمعنا انكم ما تهضروش دابا. هو اللي هي النقطه اللي فيضت الكاس ديال الخصومه. كاس ديالها هذيك خليها، هو السبب الرئيسي الحقيقي. هذاك الشيء خليه، داك الشيء ديال الله ما نقولوش. لا ما نقولوش نو. هذه انا وياه واخا ما كاين باس. وهي مساله ديال الانشقاق راه مساله حتميه سيدي رشيد. رجل لي زارتيست ديالنا الكبار في هذه البلاد السعيده راه تفرقوا. راه التجربه ديال 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 ديال, ديال الرموز ديال هذه البلاد في الفن كبزيز وباز. تحيه لهم الزدي السنوسي، احمد السنوسي والسي الحسين بنياز. هذه مساله حتميه عادي. واحد الوقت كيجي الثنائي ما كيبقاش كيجي كيتفرق. لان علاش كيبقى مساله التوجه، مساله ديال القناعات عند الانسان. واخا سي فهد. نعم. حنا الجمهور اللي ما عرفش الثنائي واللي ما عقلش عليه هذه الجينيراسيون هذا غادي نمشيو نشوفوا صور ديال البدايه ديال فهيد في ثنائي الصداقه وبرامج اخرين اللي درتيهم. نشوفوا هذه الصور ونتلاقاو. مرحبا. ضيف استضفناه في حلقات كثيره، ضيف صراحه حديث معه شيق، وضيف اللي شوقتكم ليه الله اعلم. الضيف هو ولد بو عزه. لا تزيدوش. هذيك ضيفه. انت هذيك ختيو. انت هذيك ختيو. تسناي. الله الله الله. راكي دايره. ملي تلاقيت معك زيد بغي نسلم عليك بعيد الحال. انت انا بعيده. من وين؟ راكي دايره انت. مهنيه. ياك بخير. كي درتي مع التقرا؟ شحال هذه ما شتك خلينا نتحتوا بعد عاد نمشيو. لا 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 لا. ماشي هذه لا اللي بغيت. شو ترك بيت عاد ميكانيسيان. دخلنا عليك بالله باغي نسولك. اشنو؟ ما عمرك رضيتي عليا. تا علاش رديلك؟ ما عمرك قلتي لي سير الله يعاونك. علاش وكان؟ واش بغيتي با نقول لك سخط عليا؟ انت وليدي تقلب على السخط، انا ساخط عليك، انا مخطيك والسخط انت. راه ما كذبتش عليك، راه ماشي زعما خويت به يعني توصلت وخويت به، راه كنا بجوج كنت شابو كنت فرادي. حتى وكيفاش سبحان الله تبدلتي بزاف اسي فهيد؟ وانا الحمد لله واصي نورمال. رانا كنت هكايا كنت كوايا راه 50 كيلو خنشه ديال السيمه. والله العظيم كنتي زعما راه يتحرك على البرد والله لا لقوني. ولكن الحمد لله صافا، هذه مرحله كيمر منها الواحد مزيان. ماشي مرحله الحمد لله خويا. بغيت نلعب معك واحد اللعبه دابا. مرحبا. غادي نعطيك شي سميات ياك. بحال اللغز. نعطيك سميات ياك وهاد السميات هادو غيوصلوك واحد الكلمه. واخا شي شويه خاطيني. لا خاطيني ولكن انت تبارك الله عليك. زيد. نعول عليك. انت سير الله. تقول لي شكون؟ على من كنهضروا ولا عليا شكون نهضروا؟ تمسيح العفاريت. فهمتيني ولا لا؟ فهمتك. على ما كنهضروا الحكومه. لا بالكيران. ها بالكيران. واش قلتيها بشوي؟
أيوه اللي سمعنا بن كيران بن كيران قلتيها بخاطرك النية بلغ من العمل وعواش راضي راه مقبولة تماسيح العفاريت فهمتيني ولا لا؟ فهمت كنهضروا على غابة المعمورة أييه صافي أنت ناوي على الغابة راضي لنا يلا سيدي لا بصح دابا عندنا ثلاثة تسميات الإعصار الإعصار إعصار القعدة قعدة عاود دردك تسونامي برافو عليك أييه نعطيك دابا ثلاثة تسميات ساهلين هذه سهلة آخر وحدة الديب 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 ديسكوتيك عوينة عندياب برافو عليك عندياب سيدي الله يهديك الله يهديك كتمشي لعندياب دو طون زون طون كتمشي لديسكوتيك إلى على حساب على حساب أبا اش واقع؟ اش واقع اسيدي؟ شي كيشجل هادشي بالي انا كنعرف ان فهيد خبير في السواكن كيغني السواكن مزيان يا سيدي احمد يا ولد درنا فيها حالة تما تبع سلامات يا سيدي احمد وبصح سلامات يا سلام والغادي زربان وبي بي بي وطلع ديابك يا سيدي حبيبك وعلى القبلو ما يزق يا ليت تمشي ونجي مشات ولا جات الليلة استاذ فهيد سيدي غزال الله يحفظك الله يكبر بك بوجودكم راك عزيز علي ما عرفتش وعارف والله عارف القضية والله إلا عارف وأنا وياك عندنا صوابق جميلة جدا أي الله جاية من من حبس تما صافي بارك فهيد قلنا عندك معك كورة مزيان لا لا متأكد لا غادي نشوف غادي نشوف واحد اللقطه ديالك كتلعب كره وناري دخناك بالله والله وناري غادي نشوفوا واحد الفيديو ما مشيش للدار دري معايا الوالده ونجي لا صافي سا كومونس سا كومونس الله 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 لا لا انا باش عجبتيني من الاول ديكلاريتي قلتي انا من الاول ما كنلعبش لا هذا الشكل اشكل واش نتباع ولا ما نتباعش حتى الا جمعه جمعتي الكره كثيره قلت لك ركابي ما كاينينش غادي نشوفوا فيديو واحد اخر مرحبا كره غنشوفك ماركيتي واحد البيت عالمي دخناك والله يا الله لا لا فين فين يبان نيمار دخناك والله يلا خا ما داروا والو ما طفروش اليوم شنو تسخر ويلي ويلي اش كاين افوا اش كاين انا مزاوب انا مزاوب انا مزاوب عندك المعارف خرج بيعني خرج بيعني بيعني لا سبقوا عليه والله العظيم لا برافو عليك ان شاء الله ركلتي كوره ركلت ماشي لي ما عندي ما يتسال فايد قلتي واحد القضيه واحد النهار سولوك وقلتي لهم بن كيران طيح علينا السوق قلت لهم طيح علينا السوق ولا كينافسنا في الكوميديا هذه مساله طبيعيه كاينه للناس دي بن كيران الان هو رئيس الحكومه تحيه ليه ولكن باش ظهر بن كيران الجديد ديالو على سابق على كانت سابقه بالنسبه للوزارات والحكومات اللي سبقوا ان كنشوفوا رئيس حكومه بالشعبيه ديالو بتلقائيته بهضرته يعني عنده لو ميساج كيوصل للعامه يعني مزيان عاوتاني يقدر يدوي لك عادي 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 شيء جميل شيء جميل وكاين واحد التلقائيه وراه خرجتي زعما كتستافد منه زعما من الكوميدي ديالو انا تيعجبني تعجبني شخصيته كتستافد من الكوميديا ديالو جميل كتستافد من الكوميديا ديالو مزيان عندنا مزيان عندنا رئيس حكومه بحال هكا مزيان مزيان لينا كيفكر الناس في الفكاهه فينا ياك مزيان نشوفوا واحد ليكستري ديالك كتهضر على سي بن كيران ونتلاقاو من بعد شتي الخفه
راه شويه خلى مولا طيع لينا شويه الصوت. دابا بن كيران يعمل واحد وليتي الا بغيتي تكون راه المقياس دابا هو بن كيران. بن كيران يلعب من وان مانش انت تدخل تفرج فيه تخلص تخلص بيه يدخل. شكون؟ صاحبي الا بن كيران عمل واحد الوان مانش والله تندخل انت لان غنستافد منه. علاش؟ لان دابا الخطاب اللي عنده الان اللي باش كيداول مثلا المداخلات ديالو شيء جميل. كان وزير باش دوي معاه على كحب خص تقولي اسمح لي راه ماشي انا كتشوف وزير كان هذا الباب اللي دابا انا بغيتي كتشوف باب السير الخضراء خايزو في البرلمان والجفاف ما كاين لا خايزو لا بطاطا والناس داو الناس ملاهيه. فهيد الشو ديالك الاخر شنو هما المواضيع اللي كتهضر فيهم؟ مواضيع الساعه سميتو كل ندوي ولا نسكت؟ سكت لا ندوي ندوي اسيدي ندوي ولا نسكت هاكا الشو ديالك الشو سميتو ندوي ولا نسكت وكل شيء هذا في احاله شويه على ندوي ولا نسكت يعني باغي تهضر وما خلوكش تهضر ولا شنو؟ خذ هذا هو الطرح والفنان ملي تيجي مواضيع كيخلي المتلقي هو يشرحها. ندوي ولا نسكت يعني هذا حنا في واحد الظرف ديال خصك تدوي الان الحمد لله كاين حريه التعبير البلاد متفتحه الحمد لله. كدوي يعني انت؟ ندوي سي نورمال. كدوي في كل شيء؟ سي نورمال ندوي. في انت كفنان ككوميدي شنو فين كيبان لك الحدود ديال الضحك؟ ككوميدي بحكم التجربه وبحكم الميدان وبحكم هادشي اللي كتزاولو كتولي عارف مع نفسك اوتوماتيكمون تتدير كونترول وعارف فين ما تجاوزش المسائل سي نورمال كاين نقاط حمراء في بادي باسي ما خصكش سي نورمال ما تدويش فيها. عطى الله ما يتقال. انا ماشي تنجبد السيد رئيس الحكومه مثلا في الشو ديالي عاد واخد راحتك مثلا ملي كتبغي تهضر شي موطه تكتب عادي ما عندكش مشكل مع الرقابه. لا الحمد لله ما كاينش هذا الباب. دونك كاين حريه التعبير؟ لا كاينه في هذه البلاد السعيده كاينه. لا الحمد لله في الشو ديالك ديما كتبدا بواحد الشطحه كتدخل واحد الدخله ديالك واحد الشطحه جميله. اييه هذيك الشطحه هذيك كتدخل واحد الموسيقى سبيسيال هذيك الموسيقى وجدناها لك ومكرناكش دير لنا الديمونستراسيون. مرحبا حتى الليله باغي مرحبا مرحبا مرحبا. برافو عليك الله يكبر فيك. راك سوبل مع راسك باقي هو عرفتي جمعتي الراب والتكتونيك دخل كلشي كلشي شينجل انا جامع كلشي. مرحبا عندي نسالك كتكونيكتا شويه فايد نكذب دو طونزون طون دو طونزون دو طونزون طون. دابا غتكونيكتا في الفقره ديال اونلاين. مرحبا مع مجموعه من الشخصيات اللي بغاو يهضروا معاك اليوم. اوه مرحبا بغا يهضر معاك انت. ها قول لي ما كاينش قول لي خرج بغا يهضر معاك الفوتوكوبي ديالك. مرحبا زيد. مرحبا. السر رات على فهيد الحجابات عند فهيد يا مالك حنيني مالك شوهتيني وهدلتيني تاش بغيتي عندي اش بغيتي عندي بنتك عنا ولكن راك بياضيتي وزيانيتي على ظهر ودعيا شقا شوفها افوتني وقني والله باقي تجبدني حتى نتيري فيك وهاك ها شانطقو اشوفها هاد رمضان انا معاك التلفازه بلا بك حنيني خاويه كتصفر كل هاد شاش ودوز بخير. اشي جاي تبارك الله عليك. كي جاك هاد الشاب هذا اللي يقلد الاصوات هذا جميل في البرنامج. اييه هذا جميل جدا تنحييه صفقوني عليه بحراره هذا الجو. قال لك واحد القضيه مهمه اللي هي قال لك علاش فهيد ما شناش في هاد رمضان هذا؟ قال لك غبتي على الشاشه علاش؟ قول لي راه فهيد اللي غبر على الشاشه ماشي لخاطرو. يعني حنا كنا بغينا كنا كان ممكن تكون مشاركتنا لان دابا سنتين وحنا غابرين على التلفزيون. ما عرفش انا كنتسائل بصراحه انا كنتسائل علاش الغياب ديال عبد الخالق فهيد. انا كنقول هذا نداء من هذا المنبر ديال كازي رشيد وحنا في القناه كنقول حنا ماشي انا تنقول خاص كل شيء يخدم الاقصاء لا
معايا استاذ، لان عندنا تجربه حنا في رمضان. حنا ملي كنا انا كنقول الان، كنقول انا نقدر نسميه شويه شيئا ما من الاقصاء، لان ملي كان ميلود كيدوز التلفزيون في القناه الثانيه